بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أتت ترجو بمدمعها الهمول، أتت ترجو بمدمعها الهمول، رويدا حاملي نعش البتول. هاي السيدة زينب على لسانها، يعني كلام عنها تجاه أمها الزهراء. أتت ترجو بمدمعها الهمول، أتت ترجو بمدمعها الهمول، رويدا حاملي نعش البتول. أريد وداع غاء إن تسمحوا لي، ووحدي مع جنازتي اتركوني، ووحدي مع جنازتي اتركوني، دعوني عند نعش الأم وحدي، ليخبرا بآلامي ووجدي، وعفر قرب كسر الضلع خدي، وأدعوها بألا تتركيني. والله وأدعوها 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 بألا تتركيني. والله كأني بالوصية إليها، كأني بالوصية إليها. الإمام أمير المؤمنين الزينب. كأني بالوصية إليها، كوالدة غدا يحنو عليها. كأني بالوصية إليها، كوالدة غدا يحنو عليها. مدامعه جرت في وجنتيها، فنادت ولا زاغا، وجلنيني أبي قد عاقبوها دون جرمي، أبي قد عاقبوها دون جرمي، لماذا كسروا أضلاع أمي؟ أبي قد عاقبوها دون جرمي، لماذا كسروا أضلاع أمي؟ لماذا ألبسوني ثوب يتمي؟ جرعت بموتها كأس المنون، زينبت عاين الأم بيا، وضعيد فوق العين ويد على الضلع. زينبت عاين الأم بيا، وضعيد فوق العين ويد على الضلع. تعاين أمم قبعة بضيم الدغار، تعاين أمهم قبعة بضيم الدغار، وتشكي حالتها العلي فارس مضار. تقل بعيونك شفت ضلع انكسر، تقل بعيونك شفت ضلع انكسر، وشفت سطرة قنفذ الخلت طبع. بعد ايش قلت له؟ انت حيدر انت حيدر انت حيدر، بالحرب ما لك مثيل، وانت وقت الضيج حمايد انت حيدر، بالحرب ما لك مثيل، وانت وقت الضيج
ودخلت عندك بدمع اللي يسيل ودخلت عندك بدمع اللي يسيل والدخيل العرب توقف لدرع والدخيل العرب توقف لدرع وهي عاد وهي عاد اللي يطيح بموزمة بس يصيح بصوت يا حامي الحمى وهي عاد اللي يطيح بموزمة بس يصيح بصوت يا حامي الحمى تقضي شتى بالأرض يوم السما وانا قدامك طفى ونور ليشع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون تذكير بما مر حتى نكمل الأحبة اللي كانوا موجودين نذكرهم بما فات والأحبة اللي ما كانوا موجودين لما نلخص ما مر ونكمل الكلام يكون عندهم واضح إن شاء الله تعالى بحثنا عنوانه العدل في الثقافة الدينية منين أخذنا هذا العنوان من فقرة من خطبة سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء قالت العدل تنسيقا للقلوب يو وارد في بعض النسخ جعل العدل يعني الله تعالى جعل العدل تنسيقا للقلوب كما قالت السيدة الزهراء عليها السلام هسه شلون العدل تنسيق للقلوب سيأتي إن شاء الله تعالى البارحة كملنا المحطة الأولى من البحث وانتقلنا إلى المحطة الثانية وبعدنا بها المحطة الأولى قلنا هي محطة تعريف العدل اللي عرف بالاستواء وعرف بالاستقامة على الحق جزاكم الله خيرا وعرف برعاية المناسبة وبينا الفرق بين ما مر من تعريفات وبين المساواة وقلنا المساواة في بعض الأحيان تكون مو صحيحة كما بينت البارحة بخدمة الأحبة والعدل فالعدل هو ما بيناه في الأول هذا البارحة سولفنا به وتكلمنا به وجبنا أمثلة إليه ووضحنا بالمقدار الممكن وغير ذلك أكو شيء آخر البارحة مركزت عليه بسرعة بسرعة بس التفتولي السيدة الزهراء أشارت للعدل في خطبتها مو فقط على مستوى هذه العبارة اللي نريد نقف عدها وإنما أكو تجليات أخرى كثيرة للعدل في خطبة السيدة الزهراء هسه يو بشكل تصريح يو بشكل تلميح يو نعرف ذلك من خلال اللوازم يو غير ذلك وجبت البارحة على الأقل ثلاث تجليات للعدل في خطبة السيدة الزهراء على مستوى المعاد على مستوى ذكر ما قام به النبي صلى الله عليه وآله وعدم مساواته مع غيره كنبوة وعلى مستوى ما قام به علي ولهذا أمير المؤمنين لا يقاس بغيره كإمامة وغير ذلك من تجليات أشرت لها ليلة البارحة نقدر نستفيدها من خطبة أم النبوة والإمامة هذا هم فد أمر البارحة سولفنا به سدينا هذا الباب انتقلنا إلى محطة ثانية ما أدري يتذكرون الإخوة شنو المحطة الثانية لو ما يتذكرون الأساليب اللي حث القرآن من خلالها على العدل والإنسان يجب أن يكون عادلا في كل المجالات هسه المجالات شنو هاي بالمحطة الثالثة يعني المحطة الثانية الأساليب اللي القرآن استعملها للحث على العدل المحطة الثالثة المجالات اللي القرآن قال كون يكون بها عدل المجالات شنو هاي المحطة الثالثة وهناك محطات أخرى إن شاء الله نوصلها والوقت يساعدنا على ذلك زين البارحة بدينا بأول أسلوب من أساليب الحث على العدل في ثقافة القرآن الكريم تذكروا الشباب الطلب جزاكم الله خيرا أسلوب الطلب والأمر بالعدل
بعدني ما جبت آياته، بس هو هذا أسلوب الطلب. الله يطلب من عباده ويؤمر عباده بأن يكونوا من أهل العدل. هذا البارحة ما أدري شلون أخذني الفد أمر آخر إذا يتذكر الإخوة، وتوقفت عنده وانتهى وقت المحاضرة، وانتهى وقت المحاضرة. هاي تقريبا كل ما مر. شنو هذا الأمر العرض اللي إجانا والجابني عليه عنوان الطلب يو الأمر؟ الأمر اللي البارحة توقفت عنده والوقت راح، النداءات الإله، النداءات الموجودة، يعني ثقافة النداءات الموجودة في القرآن الكريم وأقسامها وأنواعها وغير ذلك. وقلت أكو عدة نداءات أنا وياك ونسمعها كبشر، إجتنا يوم من الله تعالى، يوم من الأنبياء، يوم من الأئمة، يوم من الأولياء. وكل هذه النداءات ذكرها القرآن والروايات الشريفة، احنا هم كون نسمعها ونستفيد منها اذا كنا نريد النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. احبابي انا قايل لكم مجالسي ما احب تكون تيروتين، يعني انت بالك بمكان واني احكي بمكان وواحد ما له خلق الثاني، مو هالشكل. بالكم يمي ولا قاعد أحاول أتكلم بجدية واقعية حتى المجلس يكون حي، حي أريد مجلس حي، بحيث أنا وياك الليلة إن شاء الله تعالى نخرج من المجلس بفائدة. منين هاي الفائدة؟ من القرآن، مو من المتكلم. هو المتكلم شنو عنده حتى؟ من القرآن الكريم، من النبي، من آله عليهم السلام. أنا هم أستفيد، أنا أستفيد، أنتم هم تستفيدوا، كل إحنا نتعلم ونستفيد من القرآن. النبي آله متعلم على سبيلي نجاة، على سبيل نجاة، نتعلم حتى ننجو، نتعلم نعمل حتى ننجو، نتعلم واحد نعمل اثنين نجاة يساوي نجاة. هسا هاي هم ذكرتني بشي، هاي شلون والله، هسا الطلب وداني للنداءات، النداءات الآن ذكرتني بشي هم ما أدري أقوله ما أقوله ما أدري، خلي أقوله بعد وبي فائدة ما أدري، خلي أقوله والله كريم. أنه نتعلم شنو؟ ما يجاوب. نتعلم نعمل، نتعلم ونعمل حتى ننجو إن شاء الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وعملوا. هسه هاي نتعلم ونعمل ذكرتني بشي، شنو الشي؟ أكو كلمة الأمير المؤمنين بنهج البلاغة موجودة كلش مهمة، الله لو وياي وياي تتفاعلون وياي. أكو كلمة الأمير المؤمنين عليه السلام نهج البلاغة موجودة بخطبة من خطبه، خطبة المتقين، وهي مفيدة. واحدة من الأمور اللي يذكرها علي بن أبي طالب عن المتقين لما همام قال له صف لي المتقين يا أمير المؤمنين، والإمام وصف للمتقين، واحدة من صفات سخن عبر المتقين اللي ذكرها أمير المؤمنين الهمام، قال له وقفوا أسماعهم للعلم النافع لهم. أكرر، وقفوا أسماعهم، طبعا أسماعهم هاي وأسماع شنو؟ قلوبهم. وقفوا أسماعهم الكل علم، الكل علم، لا الكل شيء، لا، علي بن أبي طالب يقول للعلم النافع لهم، يعني تعبير آخر أهل التقوى يضيعون وقتهم على الأمور التافهة لو ما يضيعون وقتهم، ما يضيعون ولا جهودهم يبذلوا بأمر تافه. ماذا سحنا ليش وقت بالله هذا الحكي نبقى نحكيه؟ المشكلة هذا الحكي يكون نرتب عليه أثر أنا وياك. هسه تقول لي وقفوا أسماعهم على العلم النافع، هو أكو علم غير نافع حتى المتقي يوقف سمع للعلم النافع؟ هو العلم أكو بي جانب غير نافع أو أكو بي قسم أو نوع غير نافع حتى علي بن أبي طالب يقول أهل التقوى وقفوا أسماعهم على العلم النافع؟ هو أكو علم غير نافع؟ الجواب نعم أكو علم غير نافع. طبعا هسه هذا الحكي من يسمع واحد يستغرب يقول علم غير نافع، أكو علم غير نافع شلون؟ دخلي أقول لك، العلوم تقسم عدة تقسيمات وكل تقسيم من جهة معينة، جهة من جهات التقسيم جهة النافع وغير النافع والضار من العلوم. هاي نقدر نقسمها إلى أربع أقسام.
والله ما كان ببالي أقول هذا الكلام الليلة ولا ببالي، بس هي هذه قبل شوية هاي الحكاية هاي جابتني، وإلا أصلا مو هاي جايين نتعلم. هي مهم من هاي الجهة العلوم تقسم كم قسم؟ 4. سجل يمك 1، علم نافع. 2، لا بوعلي، علم غير نافع ولا ضار. 3، علم ضار. 4، علم نافع ولكن إذا ما عملت بمقتضاه يصير حج علي يوم القيامة ويأذيني. هاي الجابني على هذا التقسيم، نتعلم حتى شنو؟ نعمل، وإذا ما عملنا يوم القيامة هذا العلم هم يصير حجة علينا ويأذينا. ما أدري هسه واضح الكلام يا ولا؟ هسه نعيد الأقسام. علم شنو؟ نافع، لا نافع ولا ضار. علم ضار، علم نافع ولكن إذا ما عملنا يصير علينا مشكلة يوم القيامة. لعله ما أدري الشباب يطلبون، لو ما يطلبون هم يقولوا لي، إذا يردون أنا راح أجيب الأمثلة، ما يردون معوفة أجيب أمثلة لكل قسم يوم، أو مثال أجيب مثال لكل قسم يوم أجي، خل أجيب مثال لكل قسم حتى الحكي يصير شنو كلش واضح، أجيب مثال لكل قسم. أما العلم النافع مثل معرفة الله تعالى، شنو اللي علي بن أبي طالب يعبر؟ أول الدين معرفته. يقول الإمام الحسين يعبر، خلق الله الخلق ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه. يو أئمتنا قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أئمتنا قالوا أي ليعرفون. هذا معرفة الله علم نافع. يجي السؤال شلون نعرف الله تعالى؟ أئمتنا قالوا معرفة كل أناس لإمام زمانهم، كل أناس يعرفون إمام زمانهم من خلال إمام زمانهم يعرفون الله تعالى، لأن إمام زمانهم السلام على محل معرفة الله. يوما أراد الله بدأ بكم، من وحده قبل عنكم، من قصده توجه بكم. يو بنا عرف الله، بنا عبد الله. فالإمام يقول معرفة كل أناس لإمام زمانهم، لإمام زمانهم، هذا يعطي معرفة لله تعالى. انتبه لي، باوع لي. ولهذا الما يعرف إمام زمانه ميتة شو تكون؟ ها، لأن معرفة الله مرتبطة بمعرفة ها إمام الزمان. الما يعرف إمام زمانه من مات ولم يعرف، مات ميتة شنو؟ جاهل. الميتة الجاهلية نتيجتها نجاة يو هلاك، هلاك. ولهذا ايش دعوة انك تركزون على أمتكم، مجالس لأمتكم، تعرفون الشيعة مقامات أمتكم، ما يرتبط بأمتكم، لأن معرفة الله نأخذها من أمتنا ومن معرفة أمتنا. السلام على محل معرفة الله، من أراد الله بدأ بكم. الأصل عندنا ومعرفة الله، وهؤلاء هم طريق هذه المعرفة وسبيل هذه المعرفة إلى الله تدعون. بعد هاي الهادي بزيارة الجامعة يقول وعليه تدلون، تدلون عليه، تدلون تدلون. أكو رواية الإمام الصادق، الإمام يقول للواحد، يقول له أنتم بالصحراء تحتاجون إلى دليل يدلكم على الطريق، وإلا يقتلكم العطش وتموتون، يوتفترسكم الحيوانات المفترسة وترحون. يوم ما تحتاجوا الى دليل؟ قال نعم نحتاج الى دليل في الصحراء. قال له طرق السماء اوسع من طرق الارض، وطرق الارض اوسع من طرق السماء. قال له يا ابن رسول الله طرق السماء اوسع. قال له طرق الارض تحتاجون بها الى دليل، الطرق الاوسع ما تحتاجون بها الى دليل؟ الامام ايش قال له عليه السلام؟ قال له نحتاج الى، قال له احنا الادله. ولهذا علي بن ابي طالب سلوني قبل ان، بعدين يقول فاني بطرق السماء أعلم أحسنتم جزاكم الله خيرا. يقول لأ أنت صحراء من مكان المكان تحتاج إلى دليل يدلك، إلى دليل.
طرق السماء ما تحتاج ولا دليل، تحتاج ولا دليل. الأدلاء على مرضاته في زيارة الجامعة الكبيرة، أنتم الأدلاء. واي أكو حكي هنا، أنا ما أدري شنو أقول، ما أعرف شنو أترك. بس أنا قبل لا أكمل السؤال الكل ساعة أضوجكم به، بعدكم وياي لو عفتوني وياي هسه. أي أحسنتم، العلم النافع شنو مثاله؟ مثلا معرفة الله تعالى، معرفة الأنبياء، معرفة الأئمة، الملائكة، كتب السماء، هاي كلها علوم شنو؟ نافعة. هسه راح تقول لي يعني بس هاي علوم نافعة، بس العلوم المرتبطة بالدين علوم نافعة؟ الجواب لا عيني. أئمتنا قالوا العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، مو بس العلوم الدينية نافعة، العلوم المرتبطة بالدنيا ومفيدة إنها منافعة، هاي هم كون نخلي أسماعنا إلها ونتعلمها ونخدم ناسنا من خلالها. مثل شنو علم الطب؟ علم نافع، علم الطب علم نافع. ولهذا مثل شبابنا كون يهتمون بهذا الجانب ويكملون دراستهم، علم نافع. وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، علم الطب من العلوم النافعة، الهندسة علم نافع، جغرافيا الفلك، جيولوجيا الفلك، فيزياء كيمياء، إمامنا الصادق جابر بن حيان علم الكيمياء، هذه علوم نافعة. والمؤمن هم كل ما يضيع وقته يتعلم. على مستوى الزمان ثقافتنا الدينية طلب العلم من المهدي مو إلى التخرج، إلى اللحد. طلب العلم مو على أخذ ماجستير ودكتوراه وكل شيء انتهى. تراثنا الديني يقول طلب العلم من المهدي إلى اللحد. هذا على مستوى المكان، اطلب العلم ولو كان بالصين يا علم النافع. على المستوى الديني وعلى المستوى الدنيوي، أني كمتدين مو إقصائي، هذا الكلام أقوله خصوصا للطبقة المثقفة اللي قاعد تكمل دراستها. بعض أجواء، بعض أجواء، بعض أجواء الحواضر العلمية، بعد أكثر من هالشكل أكون بعيد يعني وأسولف كلش بأدب ومن دون إساءة لأي عنوان. بعض أجواء الحواضر العلمية، بعض أكو بيها حرب ناعمة على الإسلام والدين، أنا كمسلم مو إقصائي، أقول العلم النافع المعارف الدينية من جهة والعلوم البشرية النافعة من جهة أخرى، اثنينات نكون نتعلمهن وناس نكون يختصون بهذا الجانب وذاك الجانب دلتفت لي. أما الآخر اللي يركز بس على جانب علوم الأبدان كما في الرواية، أما علوم الأديان يقول هاي ما نحتاجها، هذا الإقصائي مو أني. الطريف هو يجيب عنوان الإقصائي يذب علي ويبرئ نفسه منه، مع أنه هو الإقصائي، لأن علوم الدين ما يعترف بها بل يحاربها. أنا أتكلم عن بعضهم اللي يتبنى هذا المشروع. الحكي واضح وقاعد أتعبكم. أنا قاعد أقول العلم علمان، علم الأبدان، علم الأديان وعلم الأبدان. أبدان يعني طيب، كل علم بنفع للأبدان أنا أتبناه وأقول خل نتعلم. وعلم الأديان أنا هم أقول مهم لأن بي نجاة يوم القيامة. الآخر المادي يركز بس على جانب الأبدان، أما الأديان يقصيه. أنا اثنينات أدعو لتعلمهن، فمن هو الإقصائي؟ أنا وغيري. غيري زين، غيري ليش يجيب هاي التهمة يطيني إياها؟ ليش يجيب هاي التهمة ينطيني إياها؟ هو مبتلى بها مو أنا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اكتفوا به. أما إحنا هذا العلم نقول مهم، هذا العلم نقول مهم، اثنين مهمات والاثنين نكون نتعلمهم. والساعة تركض وبعدنا بأول البحث، شو راح نكمله ما أدري.
خلي ارجع. العلوم بهاي الجهه كم قسم تنقسم؟ من حيث النفع والضرر او الضرر اربع اقسام. القسم الاول العلوم النافعه، جبت لها مثال يوم جبت لها؟ جبت لها. اثنين احسنتم جزاكم الله خيرا، علم لا نافع ولا ضرر. بس باوع لي تعينك يمي، ماك شغل بيجي يروح تعينك يم. هذا مثل شنو مثاله؟ انا اجيب لك. يجي واحد يلزم تاريخ الجاهلية، هسه مرة تاريخ الجاهلية اطلع منه يعني امور بيها عظة وعبرة، هذا شيء حسن. مثل ما علي بن ابي طالب بخطبه بنهج البلاغة يقول: من حيث الدين كنتم على شر دين، من حيث الجانب الاجتماعي تقطعون الأرحام وتسفكون الدماء، من حيث الجانب البيئي الجغرافي منيخون بين حجارة صموا إلى آخره. إجا النبي غير كل هاي المعادلة، هنا استحضار ذاك الملف لأجل فائدة وعظة وعبرة، هذا مفيد. أنا ما أتكلم عن هذا الجانب، ولهذا علي بن أبي طالب هم أشر عليه. لا لا، أتكلم عن واحد يروح التاريخ الجاهلية، فلان ابن فلان بهتش يوم قام، وبهتش يوم قعد، وبهتش يوم هتش سوى، وبهتش يوم هالشكل شرب، وبهش تفاصيل. هذا شنو شنتفع منه؟ أنا ضيع وقت عليه. أسوى فلان ابن فلان شنو قيمته حتى أني أعوف شغلي وعملي وأبقى أقرأ إيش وقت فلان ابن علان اللي كان يعبد صنم نام وإيش وقت قعد، وأنا شو استفيد من نومته ومن شنو ومن قعد؟ ما أدري، حكي واقعي لو مو واقعي. أو يجيني مؤلف يألف لي موسوعة عن أحوال المغنين بذاك الوقت، شنو سوى وشنو قرأ وشنو قعدة وشنو قامة وشنو ما أدري إيش. هسه شنو هسه مثلا شنو هسه؟ النبي دخل للمسجد صلى الله عليه وآله، شاف واحد مجتمع عليه الناس، قال لهم: هذا شنو؟ ليش مجتمعين الناس عليه؟ يا ما أدري، مشكلة الناس على كل شيء تجتمع، ما أدري ليش يعني، والله يعني غريب، ما الناس على كل شيء تجتمع، هسه ما أعرف ليش. عمي يا ناس خلوا ضوابط، عمي يا ناس خلوا معايير، كل شيء خلوا ضوابط ومعايير يا جماعة، كل حركة كل سكنة تحتاج إلى ضوابط ومعايير، وهاي الضوابط والمعايير تأخذ من القرآن من النبي من آلة. ما أدريش بيها هاي الناس، ما أعرف شنو بيها هاي الناس. يا بحال شنو مجتمعين على هذا؟ قالوا له: يا رسول الله هذا علامة. قالوا: يعني شنو علامة؟ شنو علامة؟ قالوا له: يتكلم عن أنساب العرب وقواعد الأنساب مثل. النبي قال لهم: هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. يعني مو فشي مهم هذا، تنطون وقتكم إليه، وقتكم انطوا العلم أكثر نفعا. لا تضيعوا على أمور تافهة ما بيها فائدة. شو سامي شكد يحترم الوقت، شكد يحترم الوقت الإسلام، لا يضيع الإسلام، إيش قد يدعو للجد والنشاط، بحيث محمد في طبعا النشاط في مجالي، بحيث محمد الباقر يقول: الكسل يضر بالدين والدنيا. الإمام الباقر عليه السلام، نشاط المؤمن يكون نشط. أتمنى هذا الكلام يأخذ مفعوله على أرض الواقع، أتمنى. صار كم قسم لحد الآن؟ اثنين، ثلاثة، العلم الضار، أحسنتم جزاكم الله خيرا. العلم الضار، علم ضار، علم عنوانه علم وضار. اي نعم، علم وضار. مثل شنو؟ قوله تعالى: ويتعلمون، شوف يتعلمون 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 ما يضرهم ولا ينفعهم، يضرهم ولا ينفعهم. مثل شنو يضرهم ولا ينفعهم؟ يا قرآن الكريم يقول: السحر، السحر علم تعلم ضار.
من أوجه ضرره يا قرآن كريم يقول يفرقون بالسحر، مضمون الآية، يفرقون به بين بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، يعني يشتغلون به حتى يخربون بيوت الناس. اللي ما يخافون الله تعالى يخربون بيوت الناس، هذا يسووا له مشكلة مع زوجته وذاك مع ما أدري شنو، هذا يخلون ما أعرف شنو إلى آخره، يفرقون بي بين المرء وزوجه. هذا علم ضار. يوم مثلا تعلم العلوم الإلحادية علوم ضارة هذه، ولهذا علماءنا حرموا كتب الضلال. هسه تقول لي ها تحرمون قراءة كتب الضلال، يعني تردون ما نقرأ الفكر الآخر وتردون عميان وتردون نقرأ بس تقولوا أنتوا هالشكل؟ لا مو هالشكل عيني، لا مو هالشكل، على كيفك، على كيفك، مو هالشكل حبيبي. أنت مرة تتكلم عن إنسان عنده خلفية علمية بحيث من يقرأ هذا الفكر وذاك الفكر يقدر يميز ويغربل ويكتشف الثغرات ويجاوب الإشكالات والشبهات ويعرفها، يقدر يوزن الكلام صحيح يوم وصحيح بي تدليس يوم بي حلقات مفقودة ذيك النظرية وهاي موجودة يوم موجودة. هذا خو ما عندنا مشكلة إذا يقرأ. مرة إنسان ما عنده خلفية علمية وتقول له تعال اقرأ هاي الكتب راح يتأثر بيها، لو ما يتأثر بيها يتأثر بيها خاي ضرر. ولهذا العلماء يحرمون. دباوعلي باوعلي، مرة إنسان أنت محصنة بلقاح، محصنة شنو؟ بلقاح، وما تخاف عليه. مرة إنسان ما محصن وتريد تخليه بيئة بيها ميكروبات وفيروسات، يتمرض لو ما يتمرض؟ أنا ما أريده يتمرض، أقول له لا تروح لهاي البيئة لأن ما محصن. هذا حكي مقبول يوم مقبول؟ مقبول. وين الإشكال بي؟ شوف أقول لكم شيء، دول اللي يصير عندهم الله يشفي المرضى ويمن علينا جميعا إن شاء الله بالصحة والعافية، على المؤمنين جميعا، هذا اللي يصير عنده عجز كلوي وكون لو يروح للغسل لو يروح إلى تبديل زرع كلية، بس باوع لي من يزرعوا له الكلية الدكاترة شي يسووا له؟ واحدة من الأمور اللي يسوون هي بعد العملية يصفرون مناعته. شي يسوون؟ يصفرون المناعة مالته. ليش يصفرون المناعة مالته؟ حتى جسمه ما يرفض الجزء الجديد اللي دخل جسمه، يعني الجسم عادة شنو يرفض، فيصفرون المناعة حتى الجسم يتقبل الكلية الجديدة، ويبدون شوية شوية يصعدون شنو مناعته شيئا فشيئا إلى حد معين، هم بينطوا مناعة كاملة إلى حد معين حتى الجسم ما يرفض الكلية. بس باوع لي هذا الإنسان من يصفرون مناعته بعد العملية يخلوه بمكان وحده، يحجزوه مكان وحده ما يخلوه يلتقي بالناس لو يصافح الناس، هنا يردون يسجنوه لو يردون يحافظون عليه، يردون المناعة ما عنده. أنت الآن ليش تقاوم الميكروبات؟ لأن عندك شنو؟ الله زودك بالمناعة، إذا صفرت المناعة بعد جسمك كل شيء يأخذ، فيحجزوه مكان وحده مو حتى يأذوه حتى يحافظون عليه. تحريم قراءة كتب الضلال هالشكل هالشكل، إنسان لما مو قادر على فهم الأمور وعلى معرفة أماكن التدليس وعلى مواجهة الفكر المنحرف يقول له لا تتورط تقرأ، أنت من جابرك؟ أنت ما محصن، مناعة ما عندك، على شنو تورط نفسك؟ أما إنسان إذا كان لا والله عنده خلفية علمية وقادر على لا يقدر يقرأ ويردها، مو بس يقرأ، يقرأ ويرد. قدرت أوصل فكرة يوم ما قدرت؟ أكو علوم ضارة جبت لها مثالين، إيش بقى عندنا؟ إيش بقى عندنا يا قسم الرابع اللي هو علم نافع، ولكن إذا الإنسان تعلم وما عمل بمقتضاه
هذا راح يكون عليه حجة يوم القيامة، ولهذا يتأذى أكثر. مثل شنو؟ علمي بأن الصلاة واجبة من خلال قوله مثلا أقيموا الصلاة وإن الصلاة كانت وغير ذلك من آيات. صار عندي علم أن الصلاة شنو؟ واجبة وما أصلي. هو أصل هذا العلم نافع يوم مو نافع؟ نافع، ولكن لما ما أعمل وما أصلي هذا يكون يوم القيامة شنو؟ حجة علي. يصير حجة علي، يقولوا لي علمت ولم تعمل، شلون انت مو جاهل قاصر؟ او علمي بان الصيام واجب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين يو الحج يو غير ذا، ولله على الناس يو غير ذلك، فأن لله خمسه يو آتوا الزكاة يو غير ذلك، أمثلة كثيرة، كلها علوم نافعة، ولكن الإنسان إذا ما عمل بها صير عنده مشكلة. هاي صار أقسام أربعة، لكل قسم هم جبت شنو مثال حتى الحكي يصير واضح. جابني على ذلك، إحنا جايين نتعلم حتى نعمل، وإذا تعلمنا العلوم النافعة وعملنا نجونا دنيا وآخرة إن شاء الله تعالى. وشملنا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل وهو مؤمن، شوف، فلنحيينه حياة طيبة. حياة الطيبة هنا كل فالعالم وذاك العالم حياة تكون طيبة. شلون بي يابا قاعد أتأخر بالكلام. أرجع للنداءات، البارحة قلت النداءات أول نوع من أنواعها نداءات إلهية ودائرتها تتسع وتضيق. مثل شنو؟ يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الناس، دائرة واسعة. بعدين الضيق، هاي الدائرة. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة. يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني، شوف يا أهل الكتاب هنا، يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكتاب، دي باوعلي يشمل. أما يا بني إسرائيل، شو شلون قاعد تضيق الدوائر؟ يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الإنسان، هاي وين؟ يا أهل الكتاب وين؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وين؟ يا أيها الذين آمنوا، شوف الدوائر شلون. بعد يا أيها الرسل 313، بعد يا أيها الرسول واحد، يا أيها النبي جاهد هم واحد. هاي كلها نداءات شنو؟ إلهية تتسع دائرتها مرة وتضيق أخرى في الواقع. اثنين، قلنا نداءات ملائكية، نداءات ملائكة. يا مريم إن الله اصطفاك إذ قالت الملائكة. وبالرواية الشريفة هم قلت أكو ملك كل يوم شي يقول البارحة وغير ذلك. ثلاثة، نداءات نبوية. نداءات شنو؟ نبوية. نبوية، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. شعيب كان ينادي قومه إن أريد إلا إصلاح، على المستوى الفكري أريد أصلح، وعلى المستوى السلوكي العملي أريد أصلح. أنا رب العالمين داسني حتى أصلح الأحوال الفاسدة، هذا إن أريد إلا الإصلاح. نداء نبوي يمثل شعيب. يو أوفوا الكيل والميزان، هذا هم نداء نبوي يمثل شعيب عليه السلام.
يو لوط عليه السلام ونداءاته في محاربة الشذوذ اللي الآن يشرعا في العالم بقوانين. لما تأتون الرجال شهوة من دون النساء، نداء نبوي في مجال أخلاقي، هناك اقتصادي شعيب، اقتصادي، أوفوا الكيل والميزان اقتصادي، هنا أخلاقي، نداء أخلاقي نبوي يمثل لوط عليه السلام لما كان يدعو قومه إلى ترك هذا الشذوذ اللي يخالف الفطرة الإنسانية ويقضع عليها وينهيها ويلوثها في الواقع، وغير ذلك. روح اجمع نداءات الأنبياء في القرآن، اشقد اشقد اشقد. دخل أجيب لكم بعد مثال نبوي آخر، بس قبل لا أجيبه بقالي ربع ساعة وينعي ربع ساعة وينعي ربع ساعة، ما أول شيء يعني ست دقائق سبعة محاضرة أروح للنعي أكمل يو تعبتوا، عفتوني لو بعدكم وياي أكيد. مثلا نداء نبوي آخر أجيبه بخدمتكم، يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. هذا من القائل يا أبتي؟ إبراهيم، أحسنتم، نداء إبراهيمي، لا تعبد الشيطان في سورة ياسين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان. إبراهيم يقول للعمة يا أبتي لا تعبد الشيطان، نداء لترك الشيطان من إبراهيم عليه السلام. ستقول لي هو أكو واحد يعبد الشيطان؟ إيه، لما الإنسان يأخذ أمره من الشيطان ويمشي وراء الشيطان ويأخذ حجاية الشيطان اتخذ إلهه هواه، كما القرآن الكريم يعبر اتخذ إلهه هواه. طبعا طبعا دباوع لي يا أبتي لا تعبد الشيطان. يوم مثلا يا أبتي إني قد جاء، أبتي هم نداء، نداء إبراهيمي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، هنا أنا يا أبتي إني قد جاءني من العلم فعل إخباري. طبعا يا أبتي أقدر أنطي عنوان نداء توددي، وإحنا ببحث النداءات في ثقافة القرآن الكريم، أكرر يا أبتي أقدر أنطي عنوان شنو؟ نداء توددي. هو عمه يقول له يا أبتي، يتودد له حتى يجيبه للطريق، يا أبتي نداء توددي، إني قد جاءني من العلم فعل إخباري، ما لم يأتك فاتبعني فعل أمري. شوفوا هذا التدرج في الدعوة إلى الله بين نداء توددي وفعل إخباري وفعل أمري، ذن الأمور الثلاثة خلوهن ببالكم. راح أعيد الآية، كل عنوان خلوه تحت مكانه بالآية، أريدكم أهل علم أهل وعي جايين نستفيد مثل ما اتفقنا، ما جايين نضيع وقت، ما جايين نضيع وقت. يا شوفوا هاي طرق سمادر، طرق أساليب الدعوة إلى الله. يا أبتي نداء توددي، إني قد جاءني من العلم فعل إخباري، ما لم يأتك فاتبعني، فاتبعني فعل أمري، أهدك صراطا سويا النتيجة. آية واحدة شنو بيها؟ آية واحدة سطر بسيط شنو بيها؟ تلخص الخير كله، تلخص الخير كله. متى قال إبراهيم ذلك؟ في محادثته مع عمه. إبراهيم محادثته بس ويا عمه، لما بحثت بالقرآن لقيت إبراهيم عنده عدة محادثات، يعجبكم أقولهن على جناح السرعة؟ عندي وقت خمس دقائق، يعجبني أقولهن، أأشر عليهن سريعا، أأشر عليهن سريعا، وإلا كل محادثة من هذه المحادثات تحتاج إلى شرح وإلى كلام كثير واستفادات كثيرة وتعاليم نستفيدها من هذه الآيات. يا أخوتي التفتولي، مثلا إبراهيم عنده محادثة مع قومه،
أو أقدر أعبر مع عمه وقومه. مع شنو؟ عمه وقومه. مثل شنو؟ إذ قال لأبيه وقومه لما تعبدون. بعدين الآيات تقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت. شوفوا إخواني، إبراهيم بهاي، الله، إبراهيم بهاي الآيات يقول للإنسان من بدايتك إلى نهايتك أنت محتاج لله تعالى. خلق واحد من الله، الله هو الخالق. هداية اثنين من الله. الإنسان من بعد الخلق والهداية يحتاج طعام وشراب. الله يطعمني والله شنو؟ يسقين. الإنسان من يأكل ويشرب بلا ضوابط يتمرض، ولهذا جاب المرض بعد الطعام والشراب. من اللي يشفيني؟ الله، طبعا من خلال عالم الأسباب والمسببات اللي هو رب العالمين حكم الكون به. احنا هم ناس عقلائيين وواقعيين، يعني ما قاعد من سولف بشكل يعني خارج هذه الموازين في الواقع. بعدين يقول يميتني وشنو؟ ويحين. بعدين أطمع أن يغفر لي، أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوفوا، خلق، هداية، إطعام أحسنتم، وشراب، مرض، شفاء، موت، حياة، طلب مغفرة من الله يوم القيامة حتى أروح للجنة. دورة كاملة يوم، دورة كاملة من الحياة من ألفها إلى يائها. يو فلما كذا جاء عليه رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هو وقومه جاراهم، هذا ربي ما لم يقل ذلك معتقدا، هذا ربي يريد يفتح عيونهم على الحق، جاراهم حتى يجيبهم للهداية. الغريب أنا شف رأيت أحدهم يعتبر هاي المحادثة هذا ربي، يقول هذه محادثة إبراهيم مع نفسه، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح. إذا صارت محادثة إبراهيم مع نفسه يعني إبراهيم كان ما كاشف الحقيقة، ومن خلال هاي العملية كشف الحقيقة. إبراهيم كان موحدا من أول لحظة في حياته حتى مات سلام الله عليه. هذه نخليها تحت عنوان محادثة إبراهيم مع شنو؟ مع قومه، حتى يوصلهم للحقيقة بهاي الطريقة اللي ذكرها القرآن الكريم. رأى كوكبا، القمر، الشمس، مو هالشكل يولا، قمر بازغا، الشمس إلى آخره. بعدين قال وجهت وجهي، حتى يراوي يسمع قومه، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه محادثة مع قومه ومع عمه، إذ قال لأبيه وقومه، هذه محادثة رقم واحد. اثنين، محادثة مع النمرود، رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. قال له ما مضمونه الله تعالى يأتي بالشمس منين؟ من المشرق. أنت جيبها بالعكس. محادثة مع النمرود، هاي اثنين. ثلاثة، محادثة مع الملائكة، نبئهم عن ضيف إبراهيم، قالوا سلاما قال سلام لما إجوا، وذبح لهم عجل وشواء، وجادلهم على موضوع عذاب قوم لوط باعتبار إبراهيم حليم أواه كما القرآن الكريم يعبر. محادثة إبراهيم مع الملائكة، هاش قصار؟ ها؟ ثلاثة؟ هاي لحد الآن. أربعة، محادثة إبراهيم مع الذات الإلهية، ربي أرني، شو ما يجاوبون الإخوة، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هاي أربعة، محادثة إبراهيم مع الذات الإلهية ومع الله تعالى، هاي صار أربعة. وهكذا وهكذا عدة محادثات عند إبراهيم عليه السلام. الخلاصة، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، نداء إبراهيمي.
نداء توددي، زين صار نداء إلهي ونداء أو نداءات ملائكة، ثلاثة نداءات أنبياء، وياي الأحبة يا ولا نداءات شنو؟ أنبياء. أربعة نداءات أولياء، هم ذكرها القرآن الكريم، نداءات أولياء ذكرها القرآن الكريم وأشار لها القرآن الكريم. مثل شنو نداءات أولياء؟ إني أخاف عليكم يوم التناد. هذا من اللي قال ذلك؟ مؤمن آل فرعون لقومه، مؤمن آل فرعون ولي من أولياء الله تعالى، وهذا نداء يشكل نداء ولي من أولياء الله تعالى. يا قومي يا قومي يا قومي، سورة المؤمن غافر، ارجعوا لها وشوفوا نداءات هذا الولي. هاش قصار أربع نداءات، خمسة نداءات أئمة عليهم السلام. طبعا بنداءات الأنبياء ضيف لها وأذن في الناس بالحج يأتوك إبراهيم، وأذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلا. خمسة نداءات أئمة عليهم السلام ذكرها القرآن، أذان من الله على ابن أبي طالب لما راح المكة من بعد ما النبي دس غيره، ونزل جبرائيل على النبي يقول له لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، فالنبي أنطى الآيات على ابن أبي طالب وقال له رجع الدزينا، وراح على ابن أبي طالب أو قال له روح أخذ الآيات من الدزينا وانت روح اقراهن بمكة ورجع الدزينا، وراح على ابن أبي طالب لحق بالدز النبي أولا بقصد حتى المسلمين يشوفون السماء المن تريد. المهم كلام كثير هنا ناكو، هاي طريقة من طرق النبي لكشف الحقائق صلى الله عليه وآله، إلها وقتها نبينها. المهم وراح على ابن أبي طالب وأخذ الآيات ممن أرسل أولا، وراح على ابن أبي طالب قرأ الآيات ونادى في أهل مكة، ما نادوا قالهم أمان، هلقى الشهر أربعة أشهر ومن بعدها ماكو أمان، وكلام كثير هنا إلى آخره. وهناك نداءات أخرى لأهل البيت عليهم السلام موجودة بتراثهم على مستوى نهج البلاغة وعلى مستوى تراث المعصومين في الكتب الروائية وغير ذلك. كل هاي النداءات كون نستمع لها أنا وياكم، كون نستمع لها أنا وياكم ونعمل بها أنا وياكم حتى نصل إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى. كمل الوقت، كمل الوقت، بعد ما أقدر كمل الوقت، ومع الأسف ما مشينا بالبحث، وإحنا بالأسلوب الأول من أساليب الحث على العدل. الآن آية ما جبتها، بكرة إن شاء الله تعالى أجيب آية هذا الأسلوب، ولعله نبدي بالأسلوب الثاني. عندي فد أربع أساليب خمسة للحث على العدل في ثقافة القرآن الكريم، بكرة نمشي سريعا بالبحث إن شاء الله تعالى حتى الوقت لا يروح وإحنا ما مكملين شغلنا. ضوجتكم الليلة؟ تعبتكم؟ ما ضوجتكم؟ واحدة من نداءات، من النداءات اللي يكون نسمعها أنا وياكم في كل زمان، قول الزهراء في المسجد: أيها الناس اعلموا. هذا نداء، أيها الناس، أيها الناس، نداء، أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله. نداء فاطمي، اعلموا أني فاطمة. هذا اعلموا أني فاطمة من قالت الزهراء، لليوم الناس كون تعلم أنها فاطمة، وإلى يوم القيامة الناس كون تعلم أنها فاطمة. ولكن مع الأسف الجماعة ما سمعوا هذا النداء وأذوا الزهراء، ما سمعوا هذا النداء وأذوا الزهراء عليه السلام، وايهم أذوها، وايهم أذوها. مولانا طبوا البيتها وأخذوا على ابن أبي طالب ودخلوا للمسجد من الباب الداخلي، وسد الأبواب إلا بابه، فضجت للزهراء عليه السلام من بعد ما دخلوا من الباب الخارجي وأخذوا علي من الباب الداخلي للمسجد، فضة جت للزهراء شافت وضعها صعب جدا، جنينها مسقط، ضلعها مكسور. المهم قالت لها: إليك فسنديني وخليني أوقف على رجلي يا فضة، ولبسيني عبايتي حتى أدخل للمسجد أخلص على ابن أبي طالب من هؤلاء، ذولا يردون علي بايع
وعدهم نية تصفية علي بن أبي طالب، كون أخلص علي بن أبي طالب من القتل حتى يكمل مهمته اللي أوكلت إليه بعد النبي صلى الله عليه وآله. سيدتي حالتك ما تساعد، ما تسمح، قالت لها أخذيني خلف علي، مثل ما أقول لك من الخلف لزميني من إيدي الحسن والحسين يصيرون قبالي، أخلي إيدي على متني الحسن والحسين وأدخل للمسجد حتى أخلص عليا مما خططوا لذولا. المهم فضة لزمة الزهراء عليها السلام، يعني لزمة إيديها من الخلف تتشيلها، يعني لزمتها حتى ما تطيح، كان ترجف، والحسن والحسين صاروا قبالها وهي تخلي إيديها على الحسن والحسين، وطبت للمسجد، جابوا لها قنفذ ما رجعت، فلان علان ما رجعت، سووا فتح حزام بشري وحالوا بينها وبين أمير المؤمنين بحيث ما تقدر توصل لأمير المؤمنين. الطبرسي صاحب الاحتجاج يقول لما شافت نفسها ما تقدر توصل لأمير المؤمنين، أكو رجال أمامه شو تسوي، يقول مالت إلى قبر النبي، على قبر النبي مالت إلى قبر رسول الله، ووقفت يم قبر أبيها، عند قبر أبيها، وقفت عند قبر أبيها وقالت لأبتاه يا رسول الله هذا ما جرى علي، ضلعي مكسور، جنيني مسقط، حرمة بيت انتهكوها، علي أخذوه يردوني قتلوه، وأني هذا حالي، وعلي كون يرجعوا لي إياه وما أرجع لبيتي من دون علي، بويا يا رسول الله إذا علي ما رجع أكشف عن رأسي. هالشكل قال إذا علي ما رجع أكشف عن رأسي. هاي الحكاية قالتها هبت ريح في المدينة، اصطفقت أبواب المسجد الشبابيك، ريح صفراء تغير الجو. علي بن أبي طالب قال له سلمان ايش صار، قال له فاطمة دخلت للمسجد وما خلوها توصل لك، راحت القبر أبوها هيك تقول، تأذى الإمام، قال له صبرها قبل أن تقلب الدنيا بأهلها. أجاها سلمان يقول من شفتها كسرت قلبي، شلون؟ يقول ترجف دموعها تجري، فضة من الخلف لازمتها وتبكي، الحسن والحسين إيديها على متونهم ويبكون، يباعونها ويبكون. قلت لها سيدتي إن الله بعث أباك رحمة، قال الصحيح سلمان، ولكن هل رأت عيناك سمعت أذناك أن أمة صنعت بابنة نبيها كما فعلت هذه الأمة؟ سلمان طبوا بيتي، كسروا ضلعي، أسقطوا جنيني، ما أرجع إلا بعلي، قلهم وإلا أكشف عن رأسي. خافوا رجعوا لها علي، أخذتها وطبت للبيت، سدت الباب، وقفت قبالها، قالت له ليش هيك يا أبا الحسن؟ قالت له لوجن من ولا بصدري وبدي لازم ضلوعي، علي لوجن من ولا بصدري وبدي لازم ضلوعي، محسن سقط من عندي وتجري المحسن دموعي، وانت يصير ما تقعد يا حيدر ترد روعي، دمي يسيل من صدري ودمع على الوجن يجري، وانت يصير ما تدري، انت يصير ما تدري. قلت لي يحوم الحمى يا داحي الباب، يا جتال ابن وديوم الاحزاب علي، ودون النبي تتلقى الحراب، وتوقف شبيح الرمن الشاب، والزهرة تسمع من الاعتاب، ترضى يا حيدر شنو الاسباب يا وسفة؟ والله شنو الاسباب، الاسباب لاذت وعصرها ورا الباب، ورا الباب كسرة وضلعة ومحسن انصاب يا وسفة، كسرة وضلعها ومحسن انصاب. ها هنا أنا اكو شاعر يقول للزهراء، يقولها رديت يا علي ورجعت يا الزهرة، رديت يا علي، رديت يا علي ورجعت يا الزهرة، والله رديت يا علي ورجعت يا الزهرة، بس زينب تقوم وتقع الغبرة، من طاح ابو اليمة من ضغر مغرى، وصلت بس ابو السجاد فات امره يا وس. يقولها زينب هم ركضت يا فاطمة الزهراء ورادت تخلص الحسين، ولكن وصلت للحسين
شافت الحسين نايم على الأرض وجراحه تشرب دمع، وبس شفته تتحرك كأنه يقول شيئا، كل ما رادت تسمع ما سمعت، دنقت عليه خلت إذانها يمشفته، سمعت إش قال، صوت ناصي أخذه نسف الدم. قامت وضعت 10 أصابعها على رأسها، وهاي عد العرب بيها معنى، بس ذولا مسوخ بني أمية. صحت يا ناس درب المشرع مني، يعني إش قالها؟ يا ناس درب المشرع مني، أنا عطشان خي يا مجرمي، لا إله إلا الله. الدور همست بأذنه، قالت له أخويا ما بعيني دمع وازجيك، ولو تنفدي بالروح لفديك، أنا جبت الدواء وبيدي أداوي، قل لي يا جرح يا ابن أمي ما ذيك. قالها بلسان الحال زينب يا حزينة، يا جرح من جسمي سقل وتضمدين، شي في التضميدك وجسمي مقطعينه.